أجرى الفريق الطبي في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى القاسمي في الشارقة يوم أمس ولأول مرة على مستوى المنطقة أجرى عملية نادرة بزرع صمامين لسيدة سبعينية بواسطة القسطرة القلبية. في عملية قسطرة علاجية نوعية ونادرة تجرى لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، قام الفريق الطبي في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى القاسمي بالشارقة وبمشاركة فريق طبي ألماني من جامعة جينا الألمانية بزرع صمامين لسيدة عربية في السبعين من عمرها تعاني من فشل في عمل الصمام ذي الثلاث شرفات. قمنا بإجراء عملية نوعية وفريدة تعتبر العاشرة على مستوى العالم لهذه السيدة بزراعة نوعين أو صمامين في التجويف الوريدي العلوي والتجويف الوريدي السفلي لمنع الارتجاع من الصمام الثلاثي الشرفات الذي يعتبر من الصمامات الصعب معالجتها مقارنة بالصمامات الأخرى الباقية الثلاثة اللي هي الأورطي والرئوي والمترالي. في هذه العملية يتم زراعة صمامين وليس صماما واحدا. هنا نرى بعد حقن مادة صبغية التجويف الوريدي العلوي الذي يعتبر المكان الذي سوف يتم زراعة الصمام الأول، وهذا هو الصمام الثاني الذي يزرع أسفل الصمام الأولاني أو الأول، وهنا نرى بعد عملية زراعة الصمام، فهنا نرى الصمامين على مداخل الأذين الأيمن في الناحية هذه، وهذا الصمام القديم المترالي المعدني الذي ما زال يعمل بشكل جيد. يؤكد الأطباء على أنه في حال إصابة صمامات القلب فإن العلاج الدوائي وتحت الإشراف الطبي يكون فاعلاً ولسنوات، لكن وفي حالات متقدمة فلا بد من التدخل الجراحي لاستبدال الصمام أو بزراعة صمام عن طريق القسطرة، وهو العلاج الأمثل والرحيم لمثل هذه الحالات. هذه السيدة عانت منذ زمن من ارتجاع في الصمام المترالي وتم علاجه باستبدال الصمام بصمام معدني، وبعد عرض الحالة على أطباء الجراحة وفريق الطاقم الطبي لدينا اتضح أن هناك صعوبة شديدة في إجراء العملية مرة أخرى، وخاصة في ظل وجود نتائج غير مقبولة ونسبة وفيات تصل إلى 11-12% أثناء العملية الجراحية واحتمالية عودة الارتجاع لنسبة تصل إلى 40% خلال العام الأول من بعد الجراحة. لجأنا إلى هذا النوع من العلاج كعلاج رحيم أو ما يقال بكمباشنت تريتمنت، العلاج الذي يصل إليه المريض بعد أو يلجأ إليه المريض بعد يعني استنفاذ كل الحلول العلاجية الأخرى المتوفرة، ومنها في مثل هذه الحالات العلاج بالعقاقير الطبية والترقيع الجراحي أو استبدال الصمام جراحي. ولأن حجم الصمام يختلف من شخص لآخر، فقد تم تصنيع صمامين خصيصا لحالة المريضة بحسب حجم وقطر التجويف الوريدي لها.